السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي احط اللايتنج على الملف بتاعي. لو انت هتحط حاجة في السيلينج فلازم تكون انت واقف على السيلينج. طيب خلينا نظهره، ندخل هنا واقول له ان انا عايز كل الفيوهات. ادي اهو السيلينج، فاقول له انا عايز اللوحة ديت، وهبدأ احط اللايتنج بتاعي لاجت انفكتشر، وابدأ احط اللايتنج بتاعتي. هنا بيقول انت عايز تحطها على الفيرتيكال فيس، يعني على الحيطه بالشكل دوت، ولا عايز تحطها بليس اون فيس اللي هو على سينك اهوت. ممكن تروح عامل سيلكت عليهم كده وتعمل لهم كوبي من هنا مثلا لهنا. وممكن وانت بتنزل اللايتنج بيكشر تكون انت عايز تعمل روتيت بعد ما ينزل، فتقول له روتيت افتر بليسمنت، يعني بعد ما تحطها يديك امكانية ان انت تعمل روتيت لو انت حابب. طيب لو انا عايز انارة تانية غير اللي موجودة هنا، فهقول له لايتنج فيكشر لود فاميلي، وابدأ اشوف الفاميلي بتاعت اللايتنج. في حاجات بتبقى انارة داخلية وخارجية، فممكن تقول له مثلا اكسترنال، تختار بالشكل دوت اي حاجة من دول. لو لقيت متوازي الاضلاع دوت يبقى ده كده، يبقى احنا كده بنتكلم على حاجة هوستد، لازم يكون في هوست. الحاجات دي متبقاش هوستد، فممكن تختار واحدة من دول مثلا، وممكن نحطها مثلا في ليفل 1. حتى لو احنا واقفين في ليفل 2 هقول له حطها لي في ليفل 1. تمام، مش تظهر معايا هنا، بس لما تروح لليفل 1 او لل3 دي هتلاقيها نزلت معاك. طيب هنا في مكعب موجود سيكشن بوكس، هلغيه بحيث ابدا اشوف المشروع ككل. هتلاقيها موجوده اهيت، اللي احنا لسه حاطينهم من شويه موجودين على الليفل 1. طيب نرجع للوحه بتاعتنا. طيب لو انت عملت سيلكت على ديت، هتلاقي ان انت ممكن توصلها بباور او توصلها بسويتش لايتنج بلان اهو، فممكن تقول له باور، وتبدا بقى تشوف الباور اللي انت هتوصل بيها هتبقى انهي واحده. سيلكت بانل، تبدأ بقى تحدد تشوف البانل اللي عندك في المشروع موجودة فين، أو ممكن تقول له من اسم البانل اللي هنا تقول له وصل لي دي بالبانل دوت، فتقول له فينيش السيركل، هو يبدأ يوصل بيها اوتوماتيك. طب لو عملنا سيلكت تاني هنلاقي إن أنت ممكن توصل بسويتش إيديت سويتش سيستم، ممكن تضيف الحاجات اللي أنت عايزها، وبعد كده تقول له سيلكت سويتش، وتبدأ تشوف أقرب سويتش ليك فين. وممكن من الاي دي هنا تختار سويتش لو انت عارف الرقم بتاعه، او تبدا بقى تشوف السويتش موجود فين في المشروع دوت. طيب ممكن تختار بقى من هنا سويتش وتقول له فينش، وبعد كده لو قربت بالماوس من اي لايتنج فيهم ودوس تاب هيبدا يعمل لك التوصيله اللي بينهم، فتقول له مثلا عايز على شكل ارك، فيبدا يرسم لك بالشكل دوت.